شاقة الإنجاز. دبل لايك. هذه بلادي البحرين، نورها ساكن العين. حياكم الله يا طيبين، تعالوا زورونا الحين. بحريننا ديرة أمان، فيها الربع والخلان. تعالوا لفوا فريج فريج، شوفوا الطيبة بكل طريق. حياكم حيا الله هاجر، ويا مرحبا يا ابو سعيد. شنو الجديد؟ الجديد اليوم مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الاثير، اثير اذاعه بحرين FM 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين، فنان بحريني غيبته طالت، ولكن طالت عن الاغاني العاطفيه بينما هو موجود في الاغاني المرتبطه فينا كبحرينيين، العرضه وفن الصوت والاغاني الوطنيه. طالت غيبته وقبل شهر أتحرى أخباره، أسأله شو الجديد، يقول لي بالترقب المفاجأة. الفنان اللي غابت طالت غيبته وغيبته طالت رجع لنا بغنية سماها غيبتي طالت. قلت له حلو غيبتك طالت، ولكن تعطينا الجديد الحصري؟ قال حاضر يا أبو سعيد. تحية حق الفنان محمد التميمي لأنه راجع لنا بعمل اسمه غيبتي طالت. هالعمل من كلمات الحبيب الشاعر البحريني محمد الخاجة، ألحان جهر، توزيع الكبير المحرقي الحبيب الجريب من قلوبنا واللي مشرفنا داخل وخارج البحرين، مين؟ سيروس جمعة. بينما التريد مارك في المكساج واللمسات الجميلة، التريد مارك جاسم محمد. الغيبة طالت يا محمد ورجعت لنا بهالعمل، العمل من إنتاج شركة بحرينية لونيفيرس. تحية لهم كشركة بحرينية مهتمة بالمبدعين والموهوبين ولها تعاملات مع الفنانين الكبار. هذه الشركة لها رؤية عصرية في تكوين هوية للفنان الموجود معاهم. هالشركة البحرينية لونيفيرس جاتنا بعمل بغناء اللي طالت غيبته بس رجع لنا محمد التميمي. والله إني موت أحبك لا إرادي، في حياتي أنت أحلى شيء أعرفه. أحلى شيء يعرفه محمد التميمي، واللي نعرفه إحنا أحلى في دبل لايك. حلقتنا اليوم مميزة جدا بتفاصيلها، فيها ذهبيات وفيها أخبار رياضية وسوالف عن الجري وعالم الرياضة. لكن قبل كل شيء انت حامل بالسلامة حق ابراهيم غسان بو علاي، على السلامة حياك الله، اجر وعافية. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج ياسمين مفيد، المخرج الإذاعي حمد عبد الله بوقيس، وانا اخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية العميد المخرج التلفزيوني نزار بو هزاع، ونقول حق اصحاب الانجازات انتوا النجوم تتلألؤون اليوم. الله 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 يا بحرين، سلام سلام. الله يا بحرين، والله على الإنجازات الجميلة. وضيفة اليوم حققت إنجازات جدا مميزة في مجالها، نقول لها لأنها من ضمن فريق البحرين اللي حقق الإنجازات، ونقول حق فريق البحرين أيضا. أصلحوا اللحظة، اكتبوا التاريخ، دونوا أسماءكم، حققوا أحلامكم، الكل هنا بانتظاركم. ضيفتنا اللي في مجالها حققت العديد من الإنجازات والميداليات وشرفت مملكة البحرين ولها قصة جميلة في مجالها، نقول لها بطريقتنا. يلا حيا هذا هو موعدك بعد غيبة، يلا حيا. ضيفتنا اليوم في دبل لايك.
ضيفاتنا اليوم في برنامج دبل لايك العداء البحرينية هاجر الخالدي. يا هلا ومرحبا. أهلين. هلا والله. حي الله من يانا. الله يحييك. غيبتش طالت مثل أغنية محمد التميمي. لكن اليوم عندنا الأخبار معاك. أكيد. شلون أخبار نمو؟ حصرية. صدق؟ إيه. حصرية؟ ترى الأغنية حصرية ما عطنيها محمد. صدق؟ والله لازم نكون حصرية. عيشت معاه أخبار قال لي بعطيك الأغنية. قلت حلو في حلقة اليوم تعطيني الحصري مع هاجر الخالدي. شنو أمورك؟ الحمد لله بخير. طيبين إن شاء الله. الحمد لله. الله يسلمك. أمورك كلها زينة؟ زينة. ممتازة؟ زينة بس شوي مو بزينة. شلون؟ مو بزينة. نشوف الأولمبيات وكنا نتمنى نكون في الأولمبيات. يلا القادم أخر. قادم 2028. أكيد. عندي محور عن 2028 كامل معك. بس أمورك كلها طيبة يعني؟ الحمد لله. حلو. هاجر الخالدي لاعبة منتخب البحرين للألعاب القوة، لاعبة 200 متر و100 متر. متى 400؟ هاي يمكن أجرب وأعتزل. ليش؟ لا 400 ترى صعبة والله، وايد صعب الشيء ترى. ليش؟ يعني الحين بتاخذ لعبة 100 بتروح تركضها 400 بتركض لك 200 يمكن وتوقف. ما فيها شيء. تحطني ويا سلوى خلاص تبهدلني. والله؟ ها تبهدلني. نسولف عن سلوى بنيها الحين ومبارك لها إن شاء الله بنجازها، لكن قبل كل شيء في صعوبة أن لاعب ال 100 وال 200 يروح 400؟ أكيد. من أي ناحية؟ أكيد. يعني نفس الحين أنت مذيع تقدر تروح تمثل؟ صعب صح؟ صعب صعب صعب. شوفي حتى المخرج قاطع علي، ليش الإحراج العبيد؟ لأنه صعب صدق. فلعب المية والميتين ترى صعب يروح 400، لأن أوردي التكنيك مال المية والميتين غير عن التكنيك الأربعمية. يعني الأربعمية يحتاج لها خطوة، يحتاج لها تحمل. لو أنا لعبت سرعات رحت لعبت الأربعمية يمكن شوي يختلف عندي السبيد، شوي السبيد عندي بقل فيختلف. يعني لو أفكر أروح أركض 400 يمكن ولا فوق السنة، أو ما ببالغ أقول سنة أقل، علشان نفس ما تقول أن أجيد التكنيك، أجيد وايد أشياء. فيمكن أنت حين قاعد قدامي تحس 100 صعبة، سوري 100 سهلة، 200 سهلة، 400 سهلة، بس صعب صعب. أنا كل شيء عندي صعب في هالعالم، بس أحاول أتحدى روحي صراحة. وتشوف بدون تحدي، بدون ما تحط خطة، ما بس إنه خلنا نتكلم بصراحة، يعني صعب. صعب يبي له شغل. إيه تخيل إحنا أخذك أروح أركضك 800. بامشي. خلاص ليش راكب بيروح السباق؟ أوكي بام بهرول. هاي تهرول في التمرين مو في البطولات. هاجر الخالدي يسلم عليك الزميل الإعلامي خالد إبراهيم. الله يسلمك. ويقول لك أي والله ويقول لك ترى الوعد في 2028. هو يقول شو اللي مخطط لك؟ أنا ما أدري. إذا الله كاتب لنا إن شاء الله حيالي سنة 2028 أكيد إن شاء الله يكون في سنة 2028 بإذن الله. بإذن الله. نرجع حق عام 2024 ومشاركة مملكة البحرين في أولمبياد باريس. عندنا ذهبية وعندنا فضية. نبتدي معاك ونتكلم عن الفضية اللي حققتها سلوى عيد في مسافة الأربع متر سيدات. أول شيء أحب أبارك حق القيادة الرشيدة وأبارك لكم على هاي الإنجاز. طبعاً يعني كل خليجي أو عربي متواجد هناك يعتبر لنا كإحنا يعني خليج واحد وعرب. تشوف للأمانة سلوى، تذكر يوم تكلمني أمس شنو قلت لك؟ قلت لك بناخذ سلوى بتشيل الأول، فكنت يعني واثقة فيها لأن تمرنت وياها فعارفة هي شلون عنيدة، يعني وايد عنيدة. فعرفت إن هي في مجال إن هي تشيل أول، بس ربي لك الحمد يعني قدرت إن تشيل ثاني، خصوصا من عقب فترة طويلة. يعني يمكن الكل ما حد يعرف، يعني ما حد يعرف عن هاي الشيء، بس سلوى كانت واقفة 4 سنوات. فيمكن ما حد تكلم عن ذي الموضوع. أتحمل مسؤولية هاي الشيء اللي بقوله، بس يعني اتهموها إن هي مخذة دوبينج، بس للأمانة لا، يعني سلوى لا بطلة في الجينات، يعني بطلة من الصغر. يعني يعني طلعت بلقاء في تلفزيون البحرين مع بابا، أقول أخوي لأنه زعل يوم قلت عنه أخوي، هو بسن أبوي بس كنت أبا صغرة. فطلعت مع أبوي أحمد حمادة وقلنا عن هذا الشيء، يعني هو شخصيا يعرفها أكثر مني لأنه من صغرها كانت وياه، فعنيدة وقوية. فهي من 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 يعني من صغرها من الجينات، من اول ما يبوها كان من سنه فكانت هي قويه يعني.
فاتهموها بشنو في المنشطات، بس ان احنا عندنا في العاب القوة في التراك عندك 3 محاولات، اذا انت خالفت ذيلا الثلاث محاولات حتى لو انت ما كنت ماخذ مادة راح تتوقف، لان انت في ذي 3 مرات ما فحص الدوبينج. وللعلم يعني حتى قبل بطولة الأولمبياد انت لازم تكون فحص 3 مرات. فكسرت خاطري يوم حطوا عنها يعني في أماكن، يعني ما بذكر يعني الأكاونتات، إن سلوى عيد ناصر دوبينج ما دوبينج، بس لا يعني شخصيا أنا عارفها عاشرتها، رقيتنا وكلينا وشرابنا سنة سنتين مع بعض، يعني حتى لو بتعطيها شيء بتقول لك هاي شنو، حتى لو مني مثلا بتسألني هاي شنو، فأنت يعني متخيل إن أنت يعني صديقتي بتسألني هاي شنو. فيعني زعلني ذي الموضوع، انه يمكن في ناس ما يعني ما تفهم صلب الموضوع، بس انه عشان لو لايكات وسوشيال ميديا واكسبلور خلنا احط، فشي ضايقني. بس انه نفس ما قلت سلوى عيد ناصر جينات قويه، وعقب 4 سنوات ترجع تركض، هي البست مالها 48-14 ورجعت تركضت في الأولمبياد في النهائي 48-53، يعني هي ركضت 48، يعني ما اختلفوا الدقائق، اختلفوا الثواني السكن، فهاي السكن يعني عطها 3 شهور 6 شهور بتشوفها يمكن مسوية رقم جديد لها. فسلوى عيد ناصر صراحة شيء صعب للأمانة يعني، واستانست لها يعني إن هي خذت، مع إن لو تشوفها بالسوشيال ميديا الصور كانت تصيح، يعني واحدة منها أولمبياد شايلة ثاني إنها بتستانس. فأنا أحس الصياح اللي صار يمكن وناسة إن هي رجعت بقوة، ويمكن إن هي كانت عارفة نفسها إنها تقدر تشيل الأول، بس ربي ما كتب لها. لكن راح تشوفون سلوى في البطولات الجاية شيء أقوى من السنين اللي أنتوا شفتوها قبل. مبارك لها حصولها على المركز الثاني في الأولمبياد في النهائي، وأيضا مثل ما تفضلتي حصلت على الميدالية الثانية لمملكة البحرين. الميدالية كانت فضية، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وانت قلتي ان ادائها كان مميز، مميز بحكم انها وقفت اربع سنوات. يمكن قلت لك يمكن الناس ما تعرف هاي الشيء ان هي وقفت 4 سنوات، بس هي من عقب 4 سنوات اتي تركض لك ذي الرقم، هاي سوبر يعني سوبر. نروح حق الانجاز السوبر، الميدالية سوبر الذهبية، هاي السوبر سوبر سوبر سوبر. وينفر ديافي حصلت على المركز الأول، ميدالية الذهبية في سباق 3000 متر سيدات موانع. كلامي يعني لو شنو أقول با يعني بيكون عندي عجز إن أنا أوصف لك هاي اللعبة بعد، يعني هذيلن اللاعبتين صراحة يعني مو تقليل في اللاعبين البقايا، بس ذيلن اللاعبتين لهم مستقبل طويل صدق. يعني يافي من قبل كانت قوية، يعني كل ماله كل عن سنة عن سنة قاعد تتطور أكثر وأكثر. ولو هما شايفيني يعني لو أنتوا شايفين يافي قبل راح تشوفون الفرق، راح تشوفون ترى الفرق قبل يعني روحوا تشوفوا صورها قبل وتشوفوها أحد، ترى فرق يعني بين إن مدربها وهي كان في اجتهاد، يعني اجتهدت صدق. يعني هاي خطة، بس إن أنا قاعد أقول لك يافي تغيرت، يعني كنت أشوفها وهي تتمرن، كانت تي بين فترة وفترة البحرين، فرق يبين إن كان في جهد، يبين إن كان في محاولات إن أنت تأدي في التمرين يعني عشان تكون مستوى عالي. فالمستوى اللي طلعت فيه في أولمبياد ريو بسوري أولمبياد باريس فاجأنا كلنا، أولمبياد ريو لحين في باريس بنيها تشلون. فشلون طلعت بالمستوى هاي في الأولمبياد باريس سبرايز، يعني انت تخيل ان من 2008 الرقم الاولمبي مو متحطم، ما حد قدر يحطم الرقم الاولمبي من 2008 واتي ليه 2024 ويافي تحطمه، انجاز واحلى احلى انجاز بالضبط احلى انجاز. وكسرته بفارق فارق 6 ثواني اتوقع، وصل لي 6 ثواني اتوقع اذا ما خانتني الذاكره، بس شيء مو بسيط. لا مو بسيط، خصوصا ترى سباق يافي صعب، يعني شوف أي شيء أنت ما قاعد تركضه فلات، يعني خلينا نقول مثلاً 400 حواجز الموانع ترى صعب، أنت بتفكر أنت كم خطوة عشان تشقح المانع، ولا كم خطوة عشان تشقح الحاجز، ولا بتفكر أنه أنا في ذي اللفة بطيح بالماي، ولا ف
فشيء صعب يعني، مو شيء سهل. فإنجازنا إنجاز بالفعل يعني يفرحنا. فرحنا والله يعني. تشوف للأمانة يوم كنت أتابع وكنت أشوف يعني شلون يركضون، تعرف أحس بوناسة وبضيقة إن أنا مو هناك. يعني أنا اللي يعني مو بهناك، فكنت أحس للأمانة بضيقة، بس كنت مستانسة إنه يعني علم البحرين، اسم البحرين وصل هناك، سواء أنا كنت موجودة أو غيري كان موجود. هاي فخر لنا إحنا كعرب وخليج كلنا، إن دولة خليج دولة عرب اسمها هناك ورفع علم خليجي أو عربي، هاي فخر لنا كلنا. صحيح. فكنت أشوف الرئيسات يعني سواء حق أي دولة عربية أو خليج، فكنت أستانس يعني، كنت أتمتع. و بطولة ريس يوبي وسلوى للأمانة يعني، أمس قاعدة والله أنا في السيارة وقاعدة طالع سباق سلوى، وقفت على صوب، كنت في نهاية عيسى وقفت على صوب وقاعدة طالع سباق سلوى. يعني سباق، في سباقات ما تبيها، ما تبيها أن هي تطوفك يعني، من كثر يعني من كثر الحماس اللي فيه، من كثر ما أنت تعرف أنه راح يكون في تنافس جدي. والتنافس خلنا نرجع حق الأربعمية سلوى، كان مالت الدومينيكا ريبوبليك ويا سلوى، مع أن مالت الدومينيكا ريبوبليك كانت تدرب ويا سلوى ترى، يعني كان يدربهم نفس المدرب نفس المدرسة. إيه بس عقب صار اختلاف، صارت سلوى عند مدرب خوسي بعد من دومينيكا ريبوبليك. وأحب أشكر ذي المدرب يعني، يعني هاي مريت بسنين وأنا أتدرب عنده، وبالعكس يعني مدرب مجتهد مدرب زين يعني، ما انسى فضل ولا مدرب انه وصل هاجر لوين، وطلعوا اسم هاجر. فكانوا يتدربون ويا بعض، بس عقب صار اختلاف بين المدربين. وشيء حلو ان انت تشوف يعني ذيلن اللي كانوا يتدربون مع بعض يتنافسون في الريس في التراك، احنا مو ربع، بس يوم ركبوا على المنصة احنا ربع يعني، حتى يوم خلصوا الريس. ف سباق يوفي وسلوى شعل السوشيال ميديا جدا، شعللنا احنا وياهم. انا الحين ترى مستان، انا منتشي من الفوز جدا يعني. لو يشغلوني يقولوا لي مثلا ان شاء الله، لو يقولوا لي مثلا قدم برنامج اربع ساعات اقول لهم اوكي قابل، مستانس. لان الالعاب الاولمبيه يا عالم، يا مستمعين يا مشاهدين، مو شيء بسيط، مو شيء بسيط. وانت تتكلم تنافس دول العالم كل اربع سنوات، ودول العالم ومختلف الالعاب، وهذه ألعاب وبطولات مو بسيطة جدا. هاي لها معسكرات خاصة، لها تمارين خاصة، لها وايد أشياء غير يعني. هاي نفس ما قلت كل أربع سنوات يعني، مو بكل سنة أو سنتين. فشي صعب إن أصلا أنت توصل أولمبياد، ترى مو شيء سهل يعني. أنت يمكن في أوائل من خلف التلفزيون يحسون كل شيء سهل ركيض أو شيء، بس ترى ما في شيء سهل. إحنا بنسولف عن الصلابة الذهنية، بنسولف عن التحضير، بنسولف عن الطقوس، ولكن قبل الفاصل عندي سؤال عشان أختم فيه ملف الأولمبياد معاك في أول سيجمنت. شنو يعني بالنسبة حق العداء أو العداء إنه يحقق رقم أولمبي؟ شنو يعني؟ يعني إنجاز، يعني إنجاز، يعني شيء صعب، وايد شيء صعب يعني. ترى الرقم الأولمبي كل بين أربع سنوات يختلف يعني. السنة اللي طاف قبل 2016 كان الرقم التأهيلي حق البنات 11:30، الحين الرقم التأهيلي حق الأولمبيات 2024 11:06. ترى صعب يعني، كل سنة عن سنة ترى الأوادم بدت تركض يعني 10. فيعني عن أربع سنوات يختلف، فترى شيء صعب مو بسهل. فإذا أنا سويت رقم أولمبي، هاي مو بس يعني أنا أشوف إن أنا وين وصلت، أنا أشوف تعبي وكل شيء. عقب الفاصل راح أذكر لك شيء عن هاي الموضوع، بس شيء الأولمبي صعب. اللي هو شنو بتذكريني فيه؟ بذكرك عن شنو يعاني اللاعب، معاناة اللاعب، عشان أكتبها نرجع دايركت نكتب عن معاناة اللاعب. ما بتنسى لأن أنا أعاني، فبذكرك فيها. أنا ترجل أعاني في البرنامج، ضيج الوقت. فاصل. لما شبابية مع دبل لاي، وحياكم الله في دبل لاي. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدينا الأعزاء، ضيفتنا العداء. ها
هاجر الخالدي في معاناة مع السماعة. سماعتكم عودة؟ قلنا لش ضبطيها؟ والله ضبطناها بس روسنا صغير. أبو إبراهيم خلنا نوافق. لا أمورنا تمام يا أبو إبراهيم يعطيك العافية. لا أكيد أكيد تمام الحين. أكيد؟ أي أكيد خلاص. تعرفين المثل اللي يقول لا هم إلا هم العرس ولا ويع إلا ويع الضرس؟ تعرفينه؟ أيه. وأنت شو قلتي حق أبو إبراهيم قبل شوي؟ الإيسي بار قصر. الإيسي بار ثلج. ترى الرجال شايل ضرسه. يا جماعة ثلج. الرجال شايل ضرسه وياينا مداوم فقير. يعطيك العافية. أبو إبراهيم. فهو شارد بالليسي. ثلجنا أنت متعود وإحنا قاعدين نرجع. مستانس مستانس. بنكمل معاك السوالف ولكن عندنا فقرة في برنامج دبل لايك فقرة حلوة. قلنا لهم خلوها داخل عندنا قالوا لا بيها في المجمع. كان بتوزعين 400 دينار. ليش عطوني اياها؟ وزعها ليش؟ روحي سباق 400 متر اعطيك ال 400 يستاهلون خلينا نوزع. ننتقل معاك هاجر وننتقل مع المستمعين والمشاهدين الاعزاء الى الزميل حامد البلوشي. حامد عنده اسئله وعنده جواز بقيمه 400 دينار مقدمه من مراسي جاليريا. حامد مساك الله بالخير يا حبيبنا. مع مراسي جاليريا مثل ما تعودتوا علينا عندنا مبلغ وقدره 400 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا وإن شاء الله يكون هذا المبلغ من نصيب الزوار اللي بيزورونا اليوم في المجمع ولكل شخص منهم بيحصل على مبلغ 100 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. خلنا ننتقل معاكم للزوار. يا مرحبا. حياك الله يبا. شك طيب؟ طيب الله يسلمك. اسم الكريم؟ جميل بن صباح. نعم. شيخ؟ هلا والله. أم خالد. ونعم والله. مال وين الشيخ؟ مال محرق الله يسلمك بسيتين. ونعم والله ونعم. عندك سؤال بقيمة 100 دينار بحريني، إذا جاوبته صح إن شاء الله راح تحصل على هذا المبلغ. جاهز؟ إن شاء الله. طبعا. أكيد؟ إن شاء الله بإذن الله. دامك مال محرق المفروض إنك تعرف تجاوب على هذا السؤال. إن شاء الله. السؤال يقول في شخص في مملكة البحرين هو أول من أسس الصحافة وافتتح أول دار للسينما وفي نفس الوقت في بيت في المحرق مفتوح للزوار باسم هذا الشخص يطري على بالك؟ اي نعم يطري على بالي. شو اسم الشخص؟ في خيارات؟ في ثلاث خيارات اكيد واذا تبي تستشير اي عادي خذ راحتك. خلينا نشوف الخيارات اول. هل هو عبد الله الزايد ولا احمد التاجر ولا محمد علي؟ عبد الله الزايد. عارفه؟ اي نعم عبد الله الزايد 100% ان شاء الله. ثبت ما تبي تستشيره؟ لا نثبت ان شاء الله. ما شاء الله. الف الف مبروك في استماعنا بمبلغ 100 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. في شيء تبي تضيف؟ كورين وجزاكم الله خير. شكرا شكرا. يعطيك العافيه تستاهل ما قصر. ننتقل معاكم للزيارة اللي بعده. الاسم الكريم؟ علي هشام. يا مرحبا اخوي علي، عساك طيب؟ بخير الحمد لله. شلون كانت زيارتك اليوم لمجمع مراسي جاليريا؟ مجمع حلو فيه اشياء وايد تقدر تسويها، كنت تمشى تشوف محلات تسوي اشياء وايد. عندنا لك سؤال وان شاء الله اذا جاوبته صح راح تحصل على مبلغ من مجمع مراسي جاليريا. جاهز؟ ان شاء الله. ترى السؤال بسيط بس احتاجك تركز مع الكلمات اللي بقولهم لك الحين. جاهز؟ ان شاء الله. مستعد؟ مستعد. السؤال يقول بعطيك ثلاث مواقع موجوده عندنا في مملكه البحرين، هذه مواقع خلينا نقول يمكن تراثيه او مواقع معروفه عندنا في البحرين. في منظمة اسمها منظمة اليونسكو عندها قائمة اسمها قائمة التراث العالمي. هذه القائمة يدخل فيها خلينا نقول المواقع التراثية وفي واحد من هذه المواقع اللي بذكرهم لك يدخلون في هذه القائمة. شنو ذي الموقع؟ طبعا لحما أعطيتك الخيارات بس إن حواته واحد. ثلاث مواقع. الموقع الأول قلعة البحرين ولا متحف البحرين الوطني ولا محمية العرين؟ متحف البحرين الوطني. ركز على الكلمات اللي بقولها لك. هو المبنى بنفسه تراثي. المبنى تراثي. تراثي معناته شيء قديم. اختيارات مرة ثانية. متحف البحرين الوطني ولا قلعة البحرين أو محمية العرين؟ قلعة البحرين. متأكد؟ متأكد. تبي نثبت؟ ثبت. متحف البحرين الوطني. متحف البحرين الوطني. المبنى قديم. متحف البحرين الوطني. لا أنا قاعد أحاول أشتتك. متحف البحرين الوطني ولا قلعة البحرين؟ المبنى نفسه قديم قلعة البحرين.
ألف ألف مبروك يا أخوي، فزت معنا مبلغ 100 دينار بحريني مقدم مجمع مراسي جاليري. أنا حاولت شوية واهقك، تستاهل يا أخوي وما قصرت. ألف مبروك اللي فوز معنا اليوم مبلغ 100 دينار بحريني لكل شخص مقدم مجمع مراسي جاليري. في الفترة الأولى وزعنا 200 دينار بحريني، وفي الفترة الثانية إن شاء الله خلكم معانا راح نوزع 200 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليري. خلكم حولنا حوالينا. نرجع لك يا أبو سعيد. شكرا لك حامد، والمرة الجاية لا توهق الربع الموجودين في المجمع. يعني يتمشون، إذا واحد ياك وقدم لك سؤال وشتتت شو بتقولي له؟ شو بقول له؟ أي حامد شتتة هاي ما يبي يفوز. حامد شوفي يا حامد تسمع تقول لك هاجر فوز الناس. ياسمين وينك؟ ليش ما سألتيني في المجمع؟ خليتينا ندش نايك. والله؟ اي دشنا نايك، دورك تعطونا 100 دينار تروح في نايك على طول. اي حق شنو؟ تعرف يعني الحين لو صدق يعني لو تقول لي ايش كثر ثياب رياضة عندك؟ اي وايد. ها ايش كثر؟ يعني صرت مهووسة بالرياضة. يعني لو توديني مجمع بدل ما اروح اشوف لي اشياء كذي من ماكس ما ماكس وغير زارة بتشوفنا راح نايك اديداس كان زين. دعاي اديداس وينكم؟ انت وايد سويتي دعايات. اديداس وينكم؟ لا تقول. لا طلعنا الاسبوع يا ان شاء الله لا بخير. تبي تروحين 2028؟ خليش معانا شوي شوي. سحبوا الحلقه اللي برانا. لا اوكي اوكي مرش طيبه كان. مش طيب مرش طيب دام موجود ابو عبد الله والعميد ابو عبد الرحمن مرش طيب ان شاء الله يعطيهم الصحه والعافيه. اي والله الله يعافيك ويسلمك. طيب الحين لاعب العاب القوه بشكل عام والعداء بشكل خاص او العداء هاجر الخالد، شو اللي تعاني منه؟ قلت في معاناه عند اللاعبين. اي والله شوف يعني احنا وايد نعاني. يعني شوف انا اعاني، لو الشيء الوحيد اللي بعاني من يمكن اوكي خلينا نقول ما تعودت بس خلاص تأقلمت على ذي الشيء ان اطلع 5 شهور ساعات عن اهلي، اطلع معسكر برا 5 شهور 3 شهور، هاي اقل شيء. انا بقول لك 3 شهور، يعني قبل ال3 شهور طلعت 5 شهور، يمكن شهرين في البحرين و5 شهور برا، فشيء معاناه يعني شيء صعب. والمعاناة اللي لو يعني اللي يسمعونا حين ويشوفونا لازم يعرفونا، ترى اللاعب يعاني، يعني يعاني على ما يوصل. يعني أنا في التمرين والله ساعات أصيح، ساعات تيني الصيحة عاني، ساعات والله وانت بكرامة أحذف الجوتة أقول حق مدرب خاص ما أبي أركض أنا ليش جيت ألعب. بس عقب ذي كله إذا توقف على المنصة يضيع كل شيء، يروح شعور التعب يروح. يروح. فيعني احنا نعاني ترى، يعني انت بتشوفني انا اركض بتقول ايه ال 100 متر ال 400 متر، ترى ال 100 متر ال 400 متر اللاعب هاي يعاني، يعني منها يحرم روحه من اشياء مثلا خلينا نقول سويتات وهالاشياء. لازم اركض 8 ساعات، لازم اعدل اكلي، لازم في التمرين ساعات نلعب فترتين الشمس شنو عندنا احنا هنا في البحرين؟ وايد بارده، وايد بارده من كثر البرد، ساعات نقول لهم قطوا الملعب الوطني عشان. بس لا صدق يعني احنا وايد نعاني يعني من اصابات من تمارين على ما نوصل. فاللي يسمعونا لا تقولون شيء سهل، اذا تشوفون ترى والله شيء صعب. ومع الناس بعضهم مو بكلهم البعض، البعض يعتقد انه فقط بس يبدل ويلبس ويوقف ويطلع يركض. ما يعني ما في يعني حنت قبل لا تبدي الحلقة تشوف الأسئلة، تشوف مع يعني الضيف وايد أشياء أنت ترتب لها. فترى السباق نفس الشيء، يعني السباق نفسيا أصلا أنت لازم تروح لنفسيتك تكون عال العال. فإحنا في طقوس نسويها بعد ترى حق كذا، وإحنا بنروح قبل الريس وقبل السباق وقبل هاي. يعني كأنا شخصيا إذا عندي سباق بتشوفني أحط سماعة أسمع أغاني، تشوفني ويا ودلي زاوية ريلاكس شوي، مود لازم ما أضحك وايد. يعني ترى هاي شيء معلومة صدق، ترى كثرة الضحك في ذا مثلا قبل الريس يودي باور، ترى حتى الكلام. يعني في ساعات ناس كلمة رفيشتي صايمة على الكلام، ساعات ناس تصوم على الكلام في البطولات. يعني خلاص تعرف الدش مود إن أنت دوش سباق خاص لازم ما تطلع من المود. يعني حتى أخوي ساعات يزفني حتى في التمارين،
يقول لي ليش تطلعين من مود التمرين؟ يعني وايد طقطقين في التلفون، الجسم تلفون، خاص تمرين تمرين، ففي طقوس ترى. فطقوسي قبل البطولة أغاني، أكون على صوب قبل لو أدش الريس، لا لازم أروح حق أخوي، لازم 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 توجيهات كلام دفعة معنوية لازم لازم. يعني قبل بطولة الأسياد وقفته وياي كانت في ملعب التصين، كانت تخليني كنت متوترة. بنروح حق الصين، شوف انت تجيبي المحاور، يا سلام هاي الضيف راحت حق الطقوس، دشت في جانب الاشياء اللي يعاني منها اللاعب، لذلك لكم صلابه ذهنيه عاليه. اي لازم التركيز يكون مهم، يعني التركيز، التركيز يكون وايد مهم صدق. يعني اذا طلعت من مود السباق او من مود المسابقه ترى صعب، يعني ما اقول لك صعب ان انت تراجع، بس ان انت قاعد تشتت روحك اصلا بالضبط. فانت لازم تكون مركز في الريس، مركز في كل شيء. فكل شخص عنده طقوس، طقوسي قبل السباق عند اخوي لازم المدرب يعطيك كم من كف قبل لا تدش الهاي، يقول لك عشان تصحصح بالضبط. اي والله الله يذكره بالخير مدربنا البلغاري، لازم ورا الرقبه يهمزك يقول لك الحين تجهز يلا روح، اذا صادتك ذي القشعريره هنا يقول لك يلا روح الحين بورز عشان تركب. عندكم طقوس معينه كلاعبين ورياضيين؟ قبل كل شيء، قبل لا انسى، نوجه تحيه حق سعيد الخالدي، اكيد اخوك حبيبي وبطل من ابطالنا، اختي زين الخالدي لو سمحتي. انا عندي مطار شلت، مطار شلت، قاعد تتصل تلفون، تتصل تلفون؟ إيه إحنا وين على الهوا يا الزين. الزين يمكن بتعزمك على عشاء؟ لا لا بتعزمنا على عشاء. صدق؟ ممكن تعزمك على شوبينج هني عندنا؟ أنا أعزمها على شوبينج. هي ها أنت أي؟ أعزمها على شوبينج. يلا تستاهل التحية الزين، نروح معاك حق الصين 2023. هاي أحلى أحلى بطولة. أحلى بطولة. شوف في أشياء أحلى منها، بس كإنجاز بالنسبة لي كبير. طبعا عقب أولمبياد ريو 2016 تأهيلي الأسياد، يعني هاي أول 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 ميدالية أو يعني كبطولة نفذي البطولة الأسياد إنه أنا أحقق فيها. الصين دورة الألعاب الأسيوية في الصين هانغتشو. أيوة. عندنا إحنا أفضل إنجاز على مستوى دورات الألعاب الأسيوية لمملكة البحرين. في هالنسخة حققنا 12 ميدالية ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات. أحلى مستوى. أحلى مستوى. قبل ما أطلع من المحور، أحمد تاج الدين تأهل في أولمبياد 24 باريس إلى النهائي المصارع، ومحقق ذهبية في الصين في 2023 ومتأهل دايركت. فأحمد نتمنى لك الخير والتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. باكر. إن شاء الله. يعني حلقة اليوم، هالحلقة يوم السبت، هو يوم الأحد بيلعب تاريخ 11/8 عشان يشوفه في يوتيوب. إن شاء الله بالتوفيق. زين أروح معاك حق الصين 2023. شوف الصين 2023 يعني كانت البطولة كبيرة، يعني يكون فيها دول مشاركة، كوريا والصين ويعني كذا دول معروفة. يعني هذه كنت أنا في معسكر في بلغاريا، هذه يعني تعرف ساعات إذا تحط في راسك شيء أنا إلا أسوي في البطولة شيء. فقبل كان المدرب إذا يبطل الدرج، قبل مدربنا كان يبطل الدروج حجارنا عشان نشوف إحنا شنو ناكل ما ناكل، فتش يعني حتى عنده على قولته عصافير، قالوا لي إذا نرجع من البرادة بتياس، يقول لنا عصافير، قالوا لي إن أنت رايحين البرادة تأخذون تياس وايد بيع. فلا ذي المرة كنت رايحة وأنا يعني ما أقول لك إن قبل ما كنت، بس لا هالمرة كنت أقول لازم أسويها، يعني لازم أروح ذي بطولة الأسياد وأنا مسوي شيء. فيمكن شهرين أو 3 شهور ما في حلاوة، ما في غازات، ما في ولا شيء، أكل كلين، رقاد عدل، يعني كان السيستم بيرفكت. فيوم رحت الصين كانت مالت سنغافورة، كانت الصينية ثنتين قواي، يعني عدائين وايد كانوا مستوى عالي عندهم. فيوم دشيت عارفة تشوف اللاعبين تتوتر، يعني مهما كنت انت واثق من نفسك تشوف تتوتر يعني. فكان المدرب يقول لي حط السماعة وروحي ركضي ولا تفتكرين وما عليك. كان المدرب يعني أنا أحب المدربين للأمانة اللي كذي، يخليك تدش السباق أنت فايز في السباق قبل تدش السباق. يا سلام. معنويتك تكون عالية، يعني والله خلاني أدش السباق وأنا فايزة، وما ما يعني ما يعطيك ما يعشمك يقول لك يلا روح بتشيل الأول، لا. يعني ايه قالها؟ قالها انت بتشيلي ميداليه من الميداليات الثلاث، انا ما ابي اضمن لك اي ميداليه، انا عارف ان انت تقدرين تشيلين الاول، ما
بس انا اقول لك ان انت ما بتطلعين من هناك الا انت شايله ميداليه من هنا. وذي المدرب احنا معروف عندنا في الجروب اذا قال لك شيء يصير والله. يعني يوم لانه دارس اي يعني يوم بطوله ريو 2016 كان عندنا ثلاث بطولات ثلاث ملتقيات قال لي في اخر ملتقى بتتاهلي وصدق اخر ملتقى تاهلت. فيعني مدرب يعرف يعني تمارينه وين الارقام وين اللاعب راح يطلع. فبطوله الاسياد كنت في السيمي فاينل كنت في الهيت في السيمي فاينل في السيمي فاينل انا دشيت اول كانت وياي تتنافس مالت سنغافوره. وفي النهائي انا هني خلاص فوكس صار عالي يعني وثقت بنفسي اكثر واكثر. قلت لك المدرب خليك تواثق من نفسك صح. اخوي كلمته لي تقدرين تسوين دشي ما عليك كليهم اول من اول بدايه وانتهى السباق. احنا عندنا لنا بالمئة متر يانا انت تنطلق صح انت بتفوز في السباق. انت رقيت في البداية انت خلاص راح عليك السباق. هاي يعني معروف في المسافات القصيرة. فبطولة الصين كانت بطولة حلوة يعني بطولة انجاز لي خذيت المركز الثالث والحمد لله رب العالمين. يعني اللي شافوا السباق ان انا كنت يمكن لي اخر 60 او لي اخر 80 خلينا نقول انا الاولى. بس قدر الله ما شاء فعل. يمكن من كثر يمكن في اشياء غلط سويتها قبل السباق بيوم بيومين بس الحمد لله يعني قدرت اشيل الثالث. صارتني اصابه في العضله في الهامسترنج بس والله يوم خلصت السباق ما عرفت انا شنو دشيت لان للحظه اخر امتار حسيت تعرف اذا يصير كشرت وقفت حسيت ترى روحي اني وقفت. يعني لو تشوف الفيديو بتشوف ان انا ترى وقفت. شلون قطيت روحي على قدام ما ادري. يعني حتى الله يذكره بالخير مشعل الذوادي يقول لي خذيتي ثالث سوي لي ثالث ويجيب لي العالم وانا مو بمصادقه لان اعرف انا شنو صادني اعرف انه وقف. فيوم يحطون يعني يحطون النتائج انا حاطه يدي على راسي ومتوتره ابي اعرف صدق والله. فيوم طلعت النتائج والله انه كان صايدني التمزق ما كنت حتى اقدر امشي. يعني حتى اخوي كان وياي اقول له ريلي فيها شيء اقول له مو مجرد انزل اشيل وانت بكرامه جوتي. يوم شفت ان انا ثالث شلون نقصت ما ادري والله شلون نقصت ما ادري نسيت الالم من الوناسه عرفت. يعني شيء تعبت صدق 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 تعبت. يعني حسيت ان التعب اللي تعبته غربتي عن اهلي للشهور اللي كنت فيها برا تمارين تعب كله راح يعني بلحظة دقيقة. هذه 100 متر 11 ثواني 100 متر 100 متر مركز ثالث في الصين. أبى أكمل معاش لأن عندنا ذهبيات بني عليهم بني عليهم وايد عندنا. أنا أقول لك معاش قلت لك أنا معاش أربع ساعات يبي الأقل شيء وايد سوالف بس عندنا 200 دينار باقية خلنا نفرح الناس. شو لي 100 دينار ما علي ما علي يعني روح 2028 400 وما عليك مرتين خلاص تمام اتفقنا؟ اتفقنا. هاجر الخالدي اتفقت معانا في برنامج دبل لايك تاريخ الحلقة 10/8/2024 انها بتشارك في 400 متر في اولمبياد 2028. كم؟ 400 متر؟ ان شاء الله اذا الله احيانا اذا الله احيانا بس اتفقنا. اتفقنا خلاص. طيب احنا بنتفق على مجموعة من الاشياء اللي بنسولف بها بس خلنا نروح حق الزميل حامد البلوشي لان حامد بسأله سؤال يتعلق برياضة الجري. فحامد مساك الله بالخير اولا ويعطيك الصحه والعافيه ابو مقصر وجزاك الله خير وانك تفرح الناس الموجوده في مجمع مراسي جاليريا. ولكن حامد عندي لك سؤال عساه يكون يعني خفيف وبسيط عليك يا حامد. حامد اسمعني ابو عبد الرحمن. اي حامد اسمعني. حامد مساك الله بالخير. حامد شلونك مع الجري خبرني. وسعيد أكيد أنا مع الجري. وآخر مرة جريت أذكر أني بثلاثة كيلو ونص تقريبا في 25 دقيقة قبل أن كنت على فنالي فكان عندي لياقة. ألف مبروك اللي فوز معانا بمبلغ 200 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا في الفترة الأولى وحين رجعنا لكم في الفترة الثانية وعندنا 200 دينار بحريني ثانية راح نقدمها للزوار. ننتقل معاكم لزوارنا الأعزاء. يا مرحبا. مرحبتين يا هلا. طيب الحمد لله طيب حطاب حالك خير. كانت زيارتك اليوم المجمع؟ والله الحمد لله يعني أول مرة كنت أجي
مجمع ما شاء الله راقي وبراندات متنوعه وايد، فالحمد لله تجربه حلوه كانت. ما شاء الله اول مره تيجي وبتحصل ان شاء الله على هذا المبلغ اذا جاوبت على هالسؤال صح. ان شاء الله بنسوي عليك، ما عليك ان شاء الله باذن الله. جاهز؟ جاهز. زين، اول شيء مال وين انت؟ مدينه عيسى. المفروض يعني قريب بديفه ان شاء الله. زين، في عندنا مشاريع في مملكه البحرين وفي مركز اسمه مركز الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة. هذا المركز مختص في البحوث والثقافة ورمم العديد من المشاريع في مختلف المناطق في مملكة البحرين. وهذه المشاريع خلينا نقول مشاريع بحرينية. كم مشروع رمم هذا المركز؟ في خيارات؟ بساعدك ان شاء الله. في ثلاث خيارات. طبعا احسك توهقت لان السؤال شوي صعب صح؟ لا لا ان شاء الله تقدر عليه. خيارات تقول، هل هو 18 مشروع ولا 28 مشروع ولا 38 مشروع؟ 28 مشروع. متأكد؟ ان شاء الله توكل على الله. متأكد؟ مشيت بنصيحتي، لا تروح فوق ولا تحت. قبل شوي جاهز اكيد؟ جاهز. تبي نثبت؟ ثبت. ألف ألف مبروك يا أخوي في اسمه علم مبلغ 100 دينار بحريني مقدم مجمع مراسي جاليريا، تستاهل وما قصر. ننتقل معاكم للزار اللي بعده. الاسم الكريم؟ مبارك إبراهيم. يا مرحبا أخوي مبارك، عساك طيب؟ طيب طب حالك الله يسلمك. شلون كانت زيارتك اليوم المجمع؟ والله الحمد لله، يعني أنا أشوف أنه خفايف من كذي يعني حلو. أول مرة تزور المجمع؟ تقريبا. هو تشوف السؤال متعلق في المجمع وإن شاء الله بتجيبه صح. أول مرة تزوره بس إن شاء الله بتجيبه صح. جاهز؟ جاهز. وين انت الشيخ؟ انا محرق. الله المحرق ونعم والله. السؤال يقول، في مجمع مراسي جاليريا مسوين سحب على سيارة BMW، وسيارة صراحة جدا جدا فاخرة. اذا تبي تفوز في هذه السيارة وديش في السحب، كم المبلغ اللي لازم تصرفه في المجمع؟ 100 دينار يمكن او 50. تبي خيارات؟ في خيارات احسن. سؤالك ان شاء الله، هل 30 دينار بحريني؟ ولا 300 دينار بحريني ولا 3000 دينار بحريني؟ يمكن 30. هو ترى تشوف مجمع مراسي جاليريا كريمين. 300 كريمين معناته انه ها لا 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 300 ولا 30؟ على اي واحد تبي نثبت؟ 30 اكيد. اي اكيد ان شاء الله. ثبت ثبت. اوكي، الف الف مبروك، انا كنت احاول اواترك، تستاهل يا اخوي في اسمه علم مبلغ 100 دينار بحريني قدم من مجمع مراسي جاليريا، ما قصرت وتستاهل. الف مبروك اللي فازوا معنا اليوم بمبلغ 400 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. مثل ما تعودتوا علينا كل ويكند متواجدين في مجمع مراسي جاليريا، وما شاء الله الناس قاعده تفوز معنا بهذا المبلغ. ونطرون ان شاء الله في الحلقات الجايه ونبي نشوفكم في المجمع ان شاء الله، ويكون الفوز من نصيبكم. نرجع لك يا ابو سعيد. الله يعطيك الصحه والعافيه يا حامد، وان شاء الله يوم من الايام اجري معاك 3 كيلو ان شاء الله، وانا احصل السياره دي. الله يوفقك ان شاء الله. ماديه ابي احنا ترى صدق الناس اللي قاعد يشوفونا كل ما اقول فوزوني ب100 بيقولون هاي ماديه. لا 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 بالعكس، احنا نتكلم عفويه وبرنامجنا خفيف وشبابي. اي لا تاخذون عنا، لا 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 تاخذون على محمل الجد. سوالف سوالف. على طاري السوالف، سالت السؤال وصدمتيني في الاجابه، فصدمي صدمي الناس. انت ما تجري مسافات طويله؟ لا ما احب، ترى حتى في التمرين ما احب. ليش؟ شوف ترى اللاعب اللي يلعب سرعات ما يحب يركض مسافات طويلة. أي لاعب سرعات ما يحب يركض مسافات طويلة. يعني أكره شيء عندي إذا قال لي المدرب تروحي ركضي ثواني، يعني 30 ثانية ما يعطيك واحدة، 30 ثانية خمس مرات بدون راحة، بعدين يعطيك 45 ثانية، عقب يعطيك دقيقة بدون راحة. يعني الراحة مالتك يمكن 30 ثانية 20 ثانية. هاي وين لاعب سرعات يتحمل ما يتحمل؟ أنزل عاني في الأيام اللي فيها رست تجرين 3 كيلو على الرأس. أركض 3 كيلو يعني. بس لو بتقول لي على بيس ورق وتايم وشي لا 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 كلش. اي بس إنه مرتاحين 100 متر. اي وايد مرتاحين. بتصير خلاف ترى الحين. لا لا بيصير إن شاء الله وفاق أو شيء طيب. يعني احنا دائما على صلة بأرقام شخصية تثبت إن احنا متفقين على كل شيء. خلاص جاهزة؟ جاهزة. زين، أفضل زمن شخصي 11-17. اي
11 ثانية و17 جزء بالألف من الثانية. صح. عشان نقول حق 11-17 عشان نوضح حق الناس، ترى الأرقام دي سريعة، سباق المئة المئتين يعتمد على الثواني هذه. أيوة، هذه أفضل زمن شخصي. أفضل في وين كان؟ كان في بطولة الأردن غرب آسيا. غرب آسيا إذا ما 2017 أتوقع. 2017 شنو بالنسبة لك أنك كسرتي رقمك أو أفضل زمن شخصي لك؟ شوف، الأرقام الشخصية تبين لك أنت وين وصلت بالمجهود اللي أنت تجهده في التمارين مع المدرب، وترى يعني حتى الأوقات يعني يبين لك أنت ترى المدرب شلون شغال وياك، شغال وياك ممتاز ولا لا، يعني أنت من المستوى تعرف إذا المدرب ممتاز ولا لا. حلو. طيب هذه في غرب آسيا في الأردن سباق 100 متر ورقم شخصي جديد اللي هو 11-17. معلوماتنا ينقر كل شيء موجود عندي. طيب المركز الأول في بطولة المرأة في البحرين 100 متر والمركز الثاني في سباق 200 متر عدل؟ لا، سباق 200 متر والمركز الأول في التتابع، هذه في بطولة واحدة. خلنا نفصلها لأن هذه إنجازات في بطولة واحدة. أنا شدني ذي الرقم أو شدتني المعلومة والنتائج اللي حققتيها، فنتكلم أن في بطولة واحدة حققتي 3 إنجازات. أزين، تكلم عن 100 متر. 100 متر هني كان يعني الفوكس حق 100 متر، كنت أتمرن حق 100 متر وقدرت أشيل يعني المركز الأول، وإنه بطولة عربية وكنت كذا بطولة، يعني حتى أذكر في بطولة في مصر بعد شلت المركز الأول. صحيح. فمن كذي لقبوني في أسرع امرأة عربية. بابايش عليه. يلا قولي لنا، قولي لنا. أول شيء قولي، أبى أوضح حق المشاهدين والمستمعين، هي مو بسالفة سهولة، هي سالفة أن شلون توزعين الجهد والوقت في بطولة واحدة في 3 سباقات. عليك نور. صح. أيوة، أنا هاي الفكرة. صح. أن إنجازات موجودة، فأبى أتكلم عقب الروح حق أسرع امرأة عربية. شوف، نفس إذا أنت تروح الحين بطولة فيها 3 ريسات بيوم واحد، يعني أنا أركض 100 متر 3 مرات، شلون يعني أوزع ذي الشيء؟ فأول ريس ما يهمني الرقم، فأول ريس يهمني أنه أنا أتأهل. في بطولات يقول لك أول ثاني بس يتأهلون، في بطولات أول ثاني ثالث. فشنو يصير؟ الخطة اللي تصير مع المدرب، أنت أهم شيء تتأهل في السيمي فاينال، أنت لازم تركز رقم أحسن عشان تكون لك حارة زينة في الفاينال. خلاص، هاي اللي لازم تعطي كل. فحتى في التمرين ترى نفس الشيء، يعني مثلا لو عندك أنت 5 ركضات، يقول لك المدرب في الركضة الأولى والثانية أبيك تركض مثلا خلينا نقول 12 دقيقة 12 يدوي. في الركضة الثالثة والرابعة أبيك تنزل 11، في الركضة الأخيرة أبيك تعطي المجهود كامل ما يعطيك رقم. ليش يسوي كذي؟ هاي يعلمك لو أنت رحت بطولات عندك قوة التحمل أن أنت تركض سيمي فاينال هيت سيمي فاينال فاينال. حلو. تقدرين تسوين عليها مانج ضابط؟ أيوة تقدرين. أي مو بصعب يعني هو مو بصعب، سهل، لأن أنت وردي اللي تتحكم في خطوتك وفي السرعة. أوكي. بس ساعات أنت يخدعك إن أنا في السيمي فاينال، بس لو واد ما تعتبره سيمي فاينال تعتبره فاينال، فأنت لازم تلعبها صح إن أشوف اللي وياي. إذا أنا شفت روحي إن أنا بعيد عن التأهيلي، لا، هني لازم خلاص سلام عليكم أعطي اللي عندي. أهم شيء أتأهل. أهم شيء. أهم شيء. طيب، لقب أسرع امرأة عربية، من وين جاك اللقب وفي أي بطولة؟ يعني اللقب في البطولة العربية اللي صارت هني في البحرين، شلت الأول في مصر أتذكر، وفي البحرين لقبوني بذي اللقب، إنه يعني أسرع امرأة عربية من العراق والجزائر، يعني صار فذي كان اللقب حلو، يعني أول لقب تلقبت فيه. يعني ما أقول لك إن فيها حين وادم من، يعني صارت بطولة عربية في أتوقع في تونس إحنا ما شاركناها، وركضت عداءة عراقية، دار حسين أوجه لها تحية، ركضت وسوت 11-24، فما لقبوها بأسرع امرأة عربية، لقبوها بغزال العراق. فكل واحد في كل دولة يتلقب بلقبها، بس إن الحمد لله قدرت أشيل ذي اللقب يعني هاي السنة. حلو. أروح حق الأسئلة السريعة لأن عندي 5 دقائق. طيب الحين اللي يشوف السباق، خلينا نتكلم عن السباق ال100 وال200 سيدة، او ال200 في كيرف، في كيرف. انزين، خلينا نتكلم عن 200، تعطين معلومه عن ال400 بعد. طيب. معلومه نفيد المستمعين والمتابعين ان رقم الحاره، رقم اللاين اللي هو من 1-8 او من 1-6 يعتمد، خلينا نقول من 1-8 افضل. ان انتم تفضلون ارقام معينه اذا كان في كيرف، اذا كان في لفه. ليش؟
شوف هو كل لاعب، خلنا نختصر لك، كل لاعب لا طريقتي. يعني أنا طريقتي في الميتين أنا أحب أكون ورا، أحب أكون لاين 2 3 4. ليش؟ لأن أبي ألعب عليهم، أبي أعرف أنا متى أركض متى أزيد. إذا أنت كنت يعني نفس سلوى، سلوى كانت في النهائي في حارة 7 كان ضغط عليها. ليش؟ لأن هي فوق، كان هي الليدر مال السباق، تسحب السباق، فكان صعب. لو تشوفها أول 300 أو أول 250 ركضت فول سبيد، كانت شنو؟ كانت تحاتي اللي وراها، لازم تشرد. ففي ال 400 وال 200 وال 100 يختلف، ال 100 ما يختلف لأنه لاين سيدة عادي، بس في الكيرف قلت لك يختلف، خصوصا أنه لو أنت كنت تحت في اللاينات اللي تحت الكيرف مالك يكون طويل، مع أنه نفس المسافة، نفس المسافة ما تختلف، بس اللفة هي المشكلة. أوكي، في ناس لفاتهم طريقة الركضة تختلف من شخص إلى آخر. إيه. يعني خطوة الريل اليمين غير اليسار. إيه يعني. تتدربون عليها؟ لأن شفت أنا وثائقيات في أشياء معينة يركزون عليها، فليش سألتك السؤال؟ لأن شفته في وثائقي. إيه. فقلت أوه صح. صدق فيه. إيه. لأن لفت لرقم 1 غير لرقم 6. اللي رقم 6 يكون شوي وايد ما يعني لازم اليد والريل يكونون وايد سرع. يعني خلي يدك اليمين واليس، وخلي يدك اليمين ويد اليد الريل اليمين، اليد اليسار وهاي لأن تحت ويا الكيرف، انت لازم تحركهم سريع عشان تطلع من الكيرف سريع. فالميتين لها تكنيك معين للأمانة. تشوف يعني أنا أول مرة صرحت الشيء، أنا صدق لعبت 100 و200 بس صدق طلعت وايد في المية، بس أنا وايد من عشاق الميتين. يعني المدرب ساعات يقول لي ليش تطلعين هاللون في الميتين ما تطلعين شيء في المية؟ قلت له ما أدري أحبه أي منشي، لأن ساعات كل طلعة تختلف عن اللاعب. أنا طلعتي في الكيرف وايد أوكي سوبر. يعني بنتكلم عن نقطة الانطلاقة، هي المهمة جدا. أنت من ساعة قلت شيء زعلني قبل أن نبتدي، قلت لي تتذكرين كان عندك انطلاقة غلط. يعني كنت أسولف معاش قبل الهواء بشوف الرياكشن. تخيل أنه هاي يعني حتى في السوشيال ميديا كانوا لوالهم قاعدين يقولون مو بهي اللي طلعت انطلاقة غلط، شلا تطلعوها؟ وكنت جاهزة حق الميتين، كنت من أفضل الأرقام. أي بطولة؟ كانت في بطولة بعد الأسياد. تخيل الأسياد؟ بعد الأسياد في 23؟ أيوة كنت، لا مو في 23 كان قبل 23، يمكن 2020 أوكي. 2019 كنت جاهزة، كنت من أفضل الأرقام في الميتين، أفضل المجموعة، أفضل الأرقام من المجموعات. وفي السيمي فاينال طلعني مع أنه ما تحركت، مع أن البنية لفت علينا قالت أوه أم سوري، إذا خليت اللي قالت لك أم سوري وطلعتني أنا ذي صار غلط. صار غلط، وعندنا وقت ان احنا نصير احتجاج، عندنا ان وقت يصير احتجاج، بس صار تاخير في الاحتجاج خلاص يعني ما اقدر اسوي شيء. اوكي طيب، فالانطلاقه جدا مهمه، جدا مهمه، جدا جدا مهمه. يعني تشوف ال400 يمكن مو مهمه لان في يعني في سبيس، بس في ال100 وال200 اذا ما طلعت انطلاقه غلط راح عليك السباق. الوعد في 2028 إن شاء الله، 2028 بإذن الله تعالى، مترقبين وداعمين ومشجعين ومحفزين من الحين ل 2028 إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله. يبا قاعد طالعني أنا أوجه لك تحية طبعا، الداعم لي وأهلي وأمي وأخوي، أشكركم على دعمكم لي. أوجه تحية حق منال العميري كانت تتابعني، فاطمة دعيج حبة قلبي، وأشكركم على الاستضافة هذه الجميلة والسوالف الجميلة والبرنامج الجميل، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك وشكرا على قبول الدعوة. العفو، نلتقيكم الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى من مجمع مراسي غاليريا. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق برنامج دبل لايك، تقبلوا تحيات غسام بوعلا، ياسمين مفيد، حمد عبد الله بوغيس، والعميد نزار بهزاع. في أمان الله.